لعبها بلاك احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. من خلال هذا البرنامج دائما ندون مجموعة الأهداف في حقب مختلفة. البعض يطلب مباريات بالأبيض والأسود، ولكن بعض المباريات الأسود الأبيض والأسود ما هي واضحة كثير في لما تظهر الآن في الشاشة. مرحلة السبعينات تقريبا، بداية السبعينات أو حتى الستينات ما يكون الكواليتي مالها واضح حيل، لذلك ما نقدر نعرضها من خلال هذا البرنامج. لكن أتمنى إن شاء الله أيضا نعرض مجموعة من الأهداف القديمة في حقبة السبعينات، في حقبة الثمانينات، وإن شاء الله نوفق إن شاء الله في حلقة اليوم والحلقات القادمة. بعد الفاصل نبدأ المشوار. ياسم يعقوب، ياسم يعقوب، في خليج 22 عام 2014 في المملكة العربية السعودية لعب الإمارات والكويت. والإمارات تذكرون عندهم اللعيب علي مبخوت، لاعب مهاجم متمكن بالجيل الجميل اللي برزه وتألقه، وكان محظور بعد جيل عدنان الطلياني وزملاء الآخرين. كانت مباراة ممتعة، ولما تكون المباريات في السعودية أنت أمام جمهور وإعلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، ونفرح دائماً لأي شيء تقدم في أي بلد خليجي، هذا يسعدنا دائما. نشاهد الأهداف معا. روح خطرة لا تنتهي إلا يا يوسف، ما تضيع. وفهد عوض يلعبها لكن ترجع مرة ثانية، حلوة حلوة يا خلاص قلنا لك أنت، ها لا تمسكها، وكرة عكسية سريعة، وخلوا بالكم ناحية الشمال، ونواف لا لا يا لا يا لا، جول ممكن يكون كويتي، أصبح الآن في الدقيقة 17، جول من علي مبخوت في الدقيقة 17. المفروض احنا اللي نسجل. شوف عموري تمريرة حلوة، تمريرة حلوة، وتصرف من علي مبخوت بشكل حلو جدا. شوف سكن ولعبها بشكل حلو. خالد إبراهيم ما قدر مرة ثانية يقطع بسرعة لأنه على طول موه له. وليد كرة معه، توصل إلى تميس إسماعيل، إلى عمر، مساعد ندى، عمر كعبة، كرة حلوة ترجع للكرة مرة ثانية ويشكل خطورة، والكرة معه وتنحط ويسجل الهدف الثاني، ويسجل الهدف الثاني بكل هدوء، ويسجل الهدف الثاني الفريق الإماراتي بجول حلو، بجول حلو، بجول حلو، لأن أيضا يعني تركينه ينقل، وبالتالي دخل الجول. علي جول الهاجري دقيقة، إذا علي مبخوت مرة ثانية هو صاحب الهدف الثاني. علي مبخوت نفس جول فهد على العنزي، فهد العنزي يحاول يتقدم، يحاول يتقدم، ومن اللي قاعد يقطع له في الامام في الهجوم الى عبد العزيز المشعان. الان عبد العزيز المشعان، بدر مطوع، بدر مطوع الكره معه ورفعه حلوه، والله الجول بتجي، الجول بتجي، شدوا حيلكم، والله ادري واقول لكم صح، وراح تجي يا ولد يا يوسف يا بدر على رفعه مثل هذه لما تلف لف من الحارس الى برا. شوف سلام عليك يا يوسف، سلام عليك، ادري فيك خطر، أدري فيك خطر، لكن إذا تخش الخطورة هذه شو نستفيد؟ هذه واحدة من كراتك يا بدر، منطقتك هذه، هذه منطقتك لك، وضعك الآن تعدلت، ما يخالف، يلا يلا شد شد. ودنا ينتهي الشوط الأول بالتعادل، ودنا ينتهي الشوط الأول بالتعادل، ودنا ينتهي الشوط الأول بالتعادل، ودنا جول، ودنا جول، الله، جول
صار فيكم وكلنا ما تدرون ايش صاير فيه. حلو حلو، اثنين اثنين، ندري عندكم شيء، لعبوا 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 الجول الثاني. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا، في خليج 22 عام 2014 في المملكة العربية السعودية لعب البحرين والسعودية صاحب الأرض والجمهور، وكان السعودية عندهم لاعب قال ناصر الشمراني، وهو لاعب هداف مميز وبرز وتألق، كان له حضور في تلك الحقبة. القريب في هذه المباراة أن انتهت 3-0 وهدفين من الثلاثة سجلهم لاعبين البحرين في مرماهم. نسترجع الأهداف معي. ملعوبة سعودية، أبد بتروح منه سهلة ويحصلها على طول السيد أحمد إبراهيم. ترجع سعودية خطيرة خطيرة، بيلف ويهيئ ويلعب بينية، هو الجول هو الجول، والحارس يضغط على ويسكر وتلعب جول. كان لعبها اهاتو خذ مع الدوسري، والدوسري حاول كل شيء الدوسري عمله، واخيرا توصل للشمراني ناصر الشمراني ليجد اليسر يقف مع السيد محمد جعفر. تيسير هجمه سعوديه اخرى، يبحث عن هدف ثاني سعودي، لكن تيسير كره معه يهد اللعب، يلعبها على الجهه اليمنى والعرضيه والمحاوله. محمد دعيج قلت لك يعني السعودي يبحث عن هدف ثاني واضح، والعرضية أبدا ما في، لكن هي تضرب فيه. أوه يبدو الهزاع، أوه الهزاع، نعم سعودي تنقطع بالمرتدة، 3-3، 3-4 سعوديين على 3 مدافعين، 4-3، وخطيرة هو الجول. سلمان يلعبها وين، وترجع مرة ثانية تيسير، أخروها شوي وانقطعت، وسلمان مرة ثانية، وإصرار سعودي، يا 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 سلمان الفرج أيضا بنيران صديقة. شنو قصة المنتخب البحريني بالنيران الصديقة وبالعرضية الأرضية لاعبينهم؟ وشوف شوف 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 سلمان أيضا لعبها عرضية عرضية عرضية. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا، في بطولة خليج 22 2014 لعب الإمارات وعمان، ودائما التنافس على فكرة العمان والإمارات يكون تنافس قوي مثل من يلعبون الكويت والسعودية على سبيل المثال، تكون مباريات قوية. لكن علي مبخوت كان لاعب ما شاء الله تبارك الرحمن يسجل من جميع الاتجاهات، ودائما المباريات لما نذكر لاعبين الإمارات في تلك الحقبة يأتي اسم علي مبخوت، كان الفوز لأهل الإمارات. شو الهدف معي؟ عندنا أصبح عيال بلوش أثني، وليد دبلوشي في الدفاع وعبد العزيز دبلوشي في الهجوم. الكرة ملعوبة، الله 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 يا اسماعيل على الكرة المفاجئة، واحنا نتكلم عن الهجوم الإماراتي بهدف أول إماراتي في الدقيقة 59، في الدقيقة 59 يرسل له واحدة جميلة على طول المنتخب الإماراتي. خلينا نشوفها
بالبطيء وشوف لما لعبت الله الله مع اول لمسه مع اول لمسه لا مع اول لمسه بالتمرير اسماعيل هو مبخوت 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 جاسم يلعبوا جاسم يلعبوا أحبتنا في كل مكان وصلنا معاك نهاية برنامجنا الكرة أهداف بإذن الله تعالى قد هناك أهداف جديدة في حقب مختلفة شوفكم على خير فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم مع السلامة. طيب